يجيونا لأول مرة باش يقدمونا جديدهم منوت نستقبلوا بحب كبير شيب صليح منذر بن عمار. مرحبا. هلا وسهلا. الغيبة يا راجل. تعبنا شوية، عملت عامين راحة، الحمد لله إن شاء الله. مسموح لك باش تاخذ عامين راحة؟ والله في بالي كنت باش نعتزل الجملة أخويا. والله تعبت شوية في بالي قررت هكاكا، لكن عندنا جمهور وعندنا شعب ما خلانيش، رجعنا لخاطري. صليح، شنو السبب اللي يخلي فنان كيفك محبوب برشا يفكر في الاعتزال؟ والله ستريس، برشا ستريس وبرشا تعب والقيل والقال والمشاكل هذيك. انت عادة بعيد على القيل والقال؟ والله بعيد، ديما ديما تلحق، ديما تلحق. انا نهارين برك هذوما مهبطين لي سيكونس اللي انا تغرب. شنو هي قصتها انه تعرضت لعملية اعتداء بالعنف وتتغرت بسكينة؟ ما ثمش منها، ثمش منها جملة. انا ديجا اللي قالوا عليه هو صاحبي من اصحابي قالوا لي هو دغرني، ما نعرفش الحكاية منين جابوها. أنا نخدم على روحي، شاد فلاحتي، شاد أموري، لا نقعد مع عباد، لا نحكي مع عباد. الفنانين الكل صديقهم وكل نحبهم ونحترمهم وكل كما ينسين، ما نعرفش الحكاية هذه وعلاش. الإشاعات عادة يرتبطوا بالفنانين الكل. أي. أنت ماكش استثناء. لكن شو الحاجة الكبيرة اللي قلت لازم نراجع فيها حساباتي وصلت حتى تفكر في الاعتزال؟ والله لا، وقتها قبل كنت تعب شوية، أنا كنت نشرب، كنت تعبني شرب برشا، ضيعت أموري. كيف اعتزلتك هو حبيت نرجع أموري في الموضوع هذاك بالذات إن شاء الله. حتى عندي سنة عديت موسمية باهي إن شاء الله، وبالرغم اللي رجعت بعد الكوفر بتاع الكورونا وشرجيت موسم باهي وعملت حاجة باهي إن شاء الله، وان شاء الله في المستقبل خير. ان شاء الله المستقبل خير. منذر بن عمار هدوت ترجع بالجديد. وي. منوت. وي. عيط لشب صليح. خلينا نبدا قبل كل شيء بالعنوان. وي. منوت العنوان مستهلك جدا في الفتره الاخرى. مستهلك في الساحه الفنيه معناها؟ في الساحه الفنيه، معناتها منوت غنى للجيرينو، الاغنيه عملت 600 مليون. وي. ما تصورش فما انسان في بلاد فرانكوفونيه ما سمعش للجيرينو. شو هذه راهو معناها السبب اللي خلى الجيرينو يغني منوت انا ما اعرفوش، لكن السبب اللي خلاني انا نغني منوت وصليح معناها سبب تفرض علينا فرضين راهو. لانه منوت ماهيش كلمه خاطر كلمه تريبين كوميرسياليزي خذيناها وكتبتها انا وقلت منوت خاطر ضاربه مع الجيرينو. والله صدقني رغم اللي عامله ملايين اغنيه الجيرينو، والله العظيم قالوا عليها كان بعد في الاستوديو، والله لا سمعتها. انت ما تعرفش منوت؟ والله وراس بنتي اللي سمعتها. ما سمعتها في الاذاعات؟ هي ما سمعتهاش، ما سمعتهاش بالحق بصدق معناها. انا نعرفك تسمع الاذاعات مليح. اما هي بالذات ما سمعتهاش سبحان الله. وقت اللي عجبتني الغنيه هذه وعجبتني الكلمات نتاعها ما في باليش اللي عنوانها اصلا منوت. عجبتني الكلمات مشيت غنيت مع هذيك وقت اللي سمعها لي. لا انت مشيت بنيتك ما هو يتكتك. بهمش نجاوب. لا هو يخدم في مخه على الغنيه. انت راهو خليني نجاوبك. بعدها كان يقول لي شب صليح راني انا ما سمعتش للجيرينو منوت ما عندي حتى مشكله. معناها تقول انت ناجحه مع ما نصدقش اللي هي ناجحه مع الجيرينو وانا خذيتها معناها. ليه مستحيل؟ ليه هذايا معناتها عملت نوع من التكتيك الفني. هو مسموح به راهو هذا. اي مسموح به. اما كان انا عملته معناها خذيت مع عند الجيرينو شو المانع باش نقول له معناها هذا ذكاء معناها مشروع. معناتها هاو كيفاش تستحايل؟ معناتها انت تعرف انه العباد باش تدخل تلوج على اغنيه للجيرينو منوت. سمي انت كلمة منوت باش تطلع على تدخل تو مثلا تو اي واحد يسمع فينا ولا اي واحد يشوف فينا يكتب تو منوت تو تخرج له للجيرينو الاولى واغنيتك الثانية. شنو تحبني نعمل انا؟ اسمه تلوسيق فني هذايا. لا هذا قلت لك ظرف معين تفرض علينا كتبنا الاغنية هذه. انت سني شنو موضوع منوت ساعة؟ انت نعرف هاني جاي هاني جاي فوالا هاني جاوبتك انا قلت لك بالنسبه للجيرينو انا ما سمعتهاش الغنايه وما نعرفش الجيرينو عنده غنايه اسمها منوت مش من ذوقي سبحان الله. نحترمه فنان تبارك الله عليه ناجح لكن انا ما سمعتهاش. شو معناتها مش من ذوقي؟
لا معناها ما سمعتو معناها قلت لك حسستني كانك تعمل في اوبرا معناها لا بالعكس لا لا علي شكون قال لك نعرف في اوبرا مش من ذوقي الالجيري لا معناها ما انت سامحني تو يبدي يعجبك فنان يعجبك الهيدي زعيم يغني تتبعو يعجبك برامج الهيدي زعيم تتبعو ما يعجبكش ما تتبعوش دونك انا الالجيرينو محترم وناجح تبارك الله عليه واسمه معروف برشا وتبارك الله عليه ضارب لكذا لكن والله ما سمعتها منوت صالح ما نتذكرش شفت لك كليب في حياتي هي اول كليب خويا اول كليب اول كليب خي عندك مشكلة مع الكليبات؟ والله قبل نخدم معناها ما كنش مركز معاه جملة الحكاية متاع الكليبات تعرفت أنا بطبيعتي تعرفت خطوة خطوة ما كانتش كليبات ما كانش عملت ديوتات قبل ما أنا حتى كي نقعد هكا في بلاصة معناها وحدي ونعمل موال تشيخ عليه العباد تعمل ملايين فهمتني؟ ما خممتش فيه موضوع الكليبات جملة كيفاش رقيت التجربة متاع الكليبات؟ والله حلوه مع خويا منظر وان شاء الله عندنا جديد اخر عندنا حوايج اخرى بقدره ربي وانا بيدي باش نبدا في الكليبات وباش ندخل للعالم تاع الكوميرس هذه ومتاع العالم تاع الكوميرس عندي جمهور باهي في جوي في البطاحي في البلايص الكل وان شاء الله جونا مع الكليبات ان شاء الله منظر خويا يكون عرقوبنا عرقوب واخضر منظر الغنيه من 2004 لا مش الغنيه من 2004 فكره الديو من 2004 لكن ما كتبش باش نعملوا ديو تقابلنا صدفة هو كان انفيتي عنا في وانا مع عبد الرزاق كروني كان مع عبد الرزاق تقابلنا غادي خاطر جا انفيتي قعدنا شنو حوالك صالح شنو حوالك منظر كذا قال لي لا شفت الهادي ديما يحسني انا قاعد نتكتك والله هذا صحيح والله هذا صحيح والله هذا صحيح والله هذا صحيح والله العظيم خويا تعرف خويا تعرف والله ما عندنا نية والله ما عندنا نية والله ما عندنا نية ما عندناش نية منك انت هو سامحني اشكون خليني احكي لك صح صالح قال لي كنا باش نعملوا ديو قبل وكذا واحد قال لي عندي غنايه اللي باش نخدموها توا المده هذه قال لي منذ الغنايه قبل هذه اللي كانت برمجه في 2004 قال لي منذ الغنايه هذه كان نخدموها مع بعضنا وتغنيها معايا كل قلت له افيك ان بليزير وصالح ما قبل احنا حبايب واخوات لكن الظروف فرقتنا قلت له خلينا نكمل عندي غنايه جديده نكملها نهبطها نصورها ومن بعد نخدموا غنيتك نخدموا ديو قال لي سمع حالي سمعت له عجبته صريح قال لي حتى هذه غنيهم مع بعض الاغنيه الاخرى محسوب نفس الطريق يشوف في نفس التام فهمت التقريب فهمت شنو ولا اي صالح منذر بن عمار صالح من انت الموت
amana man, 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 amana man. بعد الغلط حكيت وبكيت بعد الغلط حكيت وشكيت ثم شمال وبالحجر تسامح يا ربي انا عييت ومليت يا ربي انا عييت ومليت في كل مره يذكروا في البارح في كل مره يذكروا في البارح يما الايام لعبت بيا يما الايام لعبت بيا برشا غلط جات براسي حتى صحابي شمتوا فيا حتى صحابي شمتوا فيا يما واحد براسي نقاسي قاعد وحدي يما نقاسي وعليا وفات الفوت وعليا وفات الفوت حطوا في ايديا المينوت وحد نكلم في لحيوت وحد نكلم في لحيوت نستنى في ملك الموت نستنى في ملك الموت امان 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 به الغناية موجودة على شين يوتيوب اوفيسيال خاصة بمنذر بن عمار ويدخل يشوفوا الغناية يحطوا لي كومنتار نتاعكم بالباهي ايجابا ولا سلبا ومرحبا بكم وتعاونونا شوية به حبيت نقول على الموضوع نتاع الغناية شنو بالضبط هذه المهم جدا هي غناية اجتماعية بالاساس هي غناية تحكي على زوز مربوطين في الحبس بلغتنا احنا حلموا حلمة حلموا انهم مش يخرجوا للحرية بعد ما نقزوا مشاو الفيردور ومشاو الحرية ونقزوا في السطوح وعملوهم وكل لقاوها اللي هي حلمة وهذاك على الصلاح يصب عليه استلماء باش يقول لي فيه قرانا نحلموا مش نرجعوا للحبس واحنا بطبيعة مش من فراغ معنا كتبت الغناية ذي هي انا ريت الشعب التونسي كله حلم حلمة في 2011 لكن الحلمة كلها طلعت كذبة كان صحيح صفقه باش نعملوا مع بعضنا لعبة عبين اللعبة اسألني ونسألك ايوه انت باش تسأل الشاب صالح اسئلة والشاب صالح باش يسألك اسئلة مطالبين لهنا باش تجاوبوا بكل صراحة هذه لعبة اسألني نسألك الشاب صالح هذوما اسئلتك منذر بن عمار هذوما اسئلتك نبداو منذر بن عمار راضي على المبلغ المالي اللي عطيته لك باش تغني معايا الله يدفع لي يرحم والديك ويرحم والديه ويرحم والدي الناس الكل باه المبلغ ما شاء الله انا يعني قلت لك مش حتى مبلغ يا ودي حبيبي هذاك وخير اما في بالك انت باش تغني صفقه على بيبك مبلغ شنو على الاقل مره فنتي وبالهادي ما فنتي بينا هادي خويا صريح مبلغ شنو يا صاحبي مبلغ بالرسمي اي لا يا ولدي في جاره هادي زاد لا يا ولدي ما ثمش حتى مبلغ علاش نقول لك حاجه هادي منظر فنان كبير وفنان نجار صحيح اليوم فنانين يغنيوا مع بعضهم ساعات مستحيل برشا بالفلوس بالنسبه لي انا الماده اخر حكايه اخر موضوع الماده اخر اخر موضوع هذه راه في الغناء ذي المنوت انا شرف كبير باش نغني مع صليح ونفرح ياسر لانه صليح عنده قاعده شعبيه وفنان محترم جدا باهي صليح اما راهو صليح هو حب يغني معايا الغناء راهو معناها بالعكس خويا شرف كبير ما بلغاش ربي يسر عايش خويا منظر جاك تنبير قالوا لك علاش تغني مع صليح فك عليك والله يجي يقول لك انا ما تعرفوني لساني طويل شويه سامحوني هو جاي برشا تنبير الحق كيما اللي هو جاي تنبير علي انا وقلنا لبعضنا لان شاك فوا يكلمونا نقولوا لبعضنا قالوا لي راهو صليح سايب عليك منه ما عندوش مواعيد يشرب برشا كذا اللي نجمت نصلحه قلت لهم عليه قلت لهم راهو غلطي راهو صليح تغير راهو صليح ديسيبليني اكثر حتى مني انا في التصوير والتجيير يجي قبلي في الوقت بالحق جاني تنبير وراكم غالطين وراهو صليح تغير 90 درجه معنا والله لا حتى 90 درجه صح
والله حتى من غير ما نتغير ولا ما نتغيرش انا من قبل مواعيدي صحيحه حتى كيبدا بالروزات يبدا مريكا حتى بالكلمة انا نجيب لك توا كميونه معبيه بالكونتراتويت كميونه بالكونتراتويت كميونه كونتراتويتي من اللي بديت ناخذ موجوده واجبد اي كونتراتو واجبد نميرو تلقاه من تالي نتاع مول الفرح واجبد اطلب والحمد لله وعمري لو كان جبت بسهريه ما انت فما شكون يحب يبعدك على الوسط الفني يا ودي حبيبي ياسر يحب يبعدوني انا بعدت وحدي انا هربت من المشاكل هذه انا وحدي هربت وفي الطنبك نتاعي والحمد لله توا في الطنبك ورجعت لهم الجماعه هذوما وباش نخدم رجعت لهم منظر صليح تقلقت كيف خرجتك من القسمه وهزيتك للمزود لا علاش تقلق هذيك جو اخر ونحب المزود ونحب كل شيء وكل حاجه في جوها وهي الغنيه هذيك جوها مزود نحن من الاول ما عملناهاش انا جيت زدت في اخر مره زدناها المزود وتحيه لطفي السمراني برد التحيه ليه لطفي السمراني اللي صب المزود اي صليح سؤالك ايوه لو كان الغنيه تضرب تقبل تقسم ايرادات اليوتيوب تقبل تقسم ما ايرادات اليوتيوب والله يجي اقول لك صليح انا مولا المبلغ ما نتفاهموا احنا يعني فهمنيش سامح ما تفهمناش هذاك حذا الهادي نتفاهموا تو اخويا كان تضرب الغنايه انا واحد شرف قدام خويا الهادي علامي محترم جدا قدام الجمهور وملاين يتبعوا في الحوار في تونس وبرا التزموا 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 كان ضربت الغنايه وان شاء الله تضرب يا ربي نقسم المداخيل الكل مع خويا صليح باهي سؤال عندك انت عندي انا وي عمرك ما تعمل دويت صليح شنو اللي صار باش قبلت تسجل وتصور معايا؟ شنو اللي صار؟ تضربتها راسي. شنو اللي صار؟ وقتك. اسمع راهم راهو الهادي والفريق بتاع الاعداد هما اللي كتبوا الاسئله مش انا يا اخويا جاوب فيهم تو وقت وكو بالنسبه لي انا نشوف في روحي تو وقت وانا الكارير اللي عديته في الخدمه هذه الكل نشوف في روحي قاعد نتعلم في الخدمه. تو بركه باش نبدا في الصحيح باذن الله للمده اللي عديتها. اقرا له سؤالك. وينه الساعة علاش كتبت على الفيسبوك بصراحة الأغاني اللي تحكي على الواقع عجبتني أما باش نرجع للربوخ وعد علاش مش ربوخ الغنية باهي هذا سؤال حلو برشا بصراحة الواقع ما تعرف الفنان يتأثر هذه بالواقع اللي يعيش فيه الواقع اللي نعيشه فيه توا يفرض عليك فرضا أنك تخوض فيه الواقع وتولي بالتالي المرآة اللي تعكس الواقع نتاعك. يلزمناش تصدقك وقت اللي تخوض فيه. بيان سور. واحنا مازلنا ما شفناش لا رفض لا صدقوني، ان شاء الله نشوف الرياكسيون نتاعهم، ان شاء الله يكونوا ايجابيين. اما انا عملت المنوت، شنو نقصد؟ نقصد الواقع هذا اللي خلاني نعمل المنوت، ثم غناية أخرى وهي مش تكون ميساج للسيد الرئيس. نقول له سيد الرئيس الكاميرا هذه ان شاء الله تسمع الميساج هذا سيد الرئيس. دونك الواقع فرض عليه باش نخوض في مواضيع عمري ما خممت نكمل الغنايه نتاع سيد الرئيس ثم نرجع للربوخ نتاعي وعد السؤال عندك انت عندي انا لو كان الغنايه لا قدر الله ما نجحتش صليح ونعاود نستدعاك مره اخرى لديو اخر ربوخ تقبل ولا اي غنايه باش تعجبني نقبل معاك علاش لا ربوخ قالك شنو هي ربوخ ولا اللي تحب انت نخدم معاك ونقبل معاك خليك ليا حتى انا نقبل معاك مش الربوخ حتى كان تحب نعملوا سلميه مع بعضنا ربي يفضلك ربي يفضلك سعدك هاي باهي كتبت باش تهبط منوت مولاها مسجون محكوم مؤبد وثم شكون باش يغنيها معايا اما مش اللي في بالكم شنو تقصد كان فما حد قبلي باهي السؤال فيه جزء اجزاء الجزء الاول المسجون نحكي على عبد الله اللي كتب الكلمات لانه نعتبر روحي انا مسجون في الحبس الكبير نعيشوا فيه سانسيرمون لانه نرى في روحي نعيشوا في حبس كبير وفي حكايه شكون باش يغني معايا انا ما قلتش ثم شكون باش يغني معايا لاني كنت باش نغني وحدي برشا كي قلت باش عندي غنايه جديده قالوا لي معاك بايا قلت لهم مش معايا بايا قالوا لي ما تعاودش مع بايا معنى اللي فان اللي عندي قال لي رد بالك تعاود مع بايا اخي انا قلت هما قالوا انا تنقول لك من بعد تنقول لك رايي من بعد تعاودش مع بايا على شنو؟ مصدق الرب يلقى حكايه بايا ليه انت ما قلت قلت لك انا بالعكس معناتها بايا لي فان خلينا نجاوبك انت سامحني لي فان قالوا مش انا قلت قالوا لي ما تعاودش مع بايا دونك انا كتبت ستاتيو هذاك حبيت نقول له مش اللي في بالكم نقصد راهو ماهوش مع الشخص اللي غنيت معاه قبل لك هاو معناتها انت ينقص منك انك تغني مع بايا شكون قال لك ينقص مني انا؟ علاش تقول لي تغني مع بايا انت قبلنا بايا غنيت معايا هي ما غناش بايا شخصيه
معناها عامه معروفه عندها ما يكفي من الجراه. انا المره ذيك الديول الوحيده اللي اقترحت شكون يغني معايا، انا اقترحت عليها بايا وقبلت وفرحانه، وكان اشراف كبير انها كانت موجوده معايا. لكن ما جابش بايا على اساس مطربه، برشا ناس يقولوا شبيه صوتها راهو بايا مش مغنيه، بايا جات لان نحسها امراه قويه عندها برشا ما يكفي من الجراه باش تقول ميساج، جبتها باش تعدي معايا الميساج. وندمت انها غنيت معاك. كنت انا قداش ندمت. ما عادش تحب تغني معاك. يا ودي كان ترى بعدك الطرح اللي عملته لي حذاك لهنا، يا ودي قداش ندمت انا. تستاهلوا. وشنو نستاهل؟ نستاهل كوي. والله نستاهل، والله نستاهل والله. أما باع يا بيا، باع. يا أخي مش إضافة ليك أنه بيا تغني معاك؟ والله مش إضافة ليك أنت؟ لا. ما عملتش بها البوز؟ لا لا ما عملتش بها. بها. لا 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 مش نحكي لك نحب نحكي بصدق ولا أنت بالطبيعة. بإيجاز. بإيجاز، أنت صحفي لازمك تدافع على بيا وحقك. لا 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 أنا ندافع على الحق، لو كنت بيا عندك حق. لا لا عندك بيا قالت لك ما تهبطش الغناء تو. من باب الاحترام ما تهبطش الغناء في الوقت هذا. تحب نختصر في ساعة؟ أي. والله راس بابا لو صحيح. اللي صار اللي أنا أنت تعرف في جو الديجيتال، تهبط الغناء على اليوتيوب باش نعديها سبونسوريزي زي ما تقعد نهاري باش يقبلها اليوتيوب. أنا هبطتها غدوة لا بعد غدوة صارت المشكلة معك لا، إيش تحبني نعمل؟ قالت لي نحاها من اليوتيوب. أنا ما نجيبش نحي غناية، ثم واحد يجيب ولد ويلوح هو؟ مستحيل. حتى كان أخي كي سبوها ما سبونيش معاها. باهي جابت لي طرح كبير نتاع سب. وثم برشا ناس والله العظيم هذه مع احترامي لبيا وشخصها وانا معاك ومع لطفي مع الناس كلها ولا ما قلت فيها كلمه خايب، اما والله العظيم درجه اللوم اللي جاتني لانه في شو هيش تكلمت وانا كنت ديما متربي ومتخلق عمري ما كنت حتى انت جبت لها برشا سب زاد انا اش دخلني انا بالمستوى نتاع الكليب اللي هبطته. لا سامحني سامحني اعطيني كومنتير ها ونعاود خايب الكليب. لا رايك نحترم. خايب انت قلت بيا عندها تجربه كان كليب خايب بيا زعما مش تقول خرجوه بيا الحكايه اللي صارت لها صار عليها ضغط ماك العركه مع كلاي وليفان تاع كلاي قالت لي منظر ما هم يسبوا فيها وزدت هبط الكليب ولا يتمقعر وكذا نحيه قلت لها لا غير ما نجم نحيه في هذه صحيح كنت تنجم تنحيه بعد نهارين من هبطوا هذه كنت تنجم تنحيه وشنو المربوح معناها ما عادش يسبوا معناها هم يسبوا لتو معناها انت ركبت على البوز تاع كلاي لا ولا لا باش ربي يشهد يعرف اللي اني انت محاسبي به باهي حطني اكسبير كونتابل انا ما نساش باهي انت جوك جو قهاوي ولا ليه؟ هي نقعد في القهاوي تسمع كلام القهاوي؟ نسمع كلام القهاوي وثم كلام يوجع وكلام ما يوجعش وكلام يفرح لكن حديث القهاوي دي موجود دونك هذه فقرتنا لكم انتم الزوز حديث قهاوي هكا تو الكاس هذايا هكا تو هكا الغبره تو ما نقعدش فيها قهاوي سي محمد اش فما اش فما ايش شفت كل شيء القهوه شكون جاي ما تصدقش شكون شكون يا محيني انا يا محيني انا يا محيني شبيك شكون جاي شكون شب صالح شكون شب صالح شبسه شبسه ليه لم 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 هذاك ما ثماش بلاصه يمشي لها بكلمه تنتين تولي شقف وتولي الدنيا ماكله بعضها لم الدنيا لم الدنيا عايش لم لم يا بنت خفوا شبسه ليه سلام مرحبا بك شاب صالح بلا سامحني باش نقول يا اخي تو 66 سنه الراجل يغني ومازال يعاطوا له شاب تو كان هو شاب مالا تحفه ذاك نقول له قنوش قنوش والله العظيم شيخ والله شيخ السلام عليكم ما صدقش ما صدقش انا نعمل شويه بومبا شكون يعمل خير هاي الشاب ولا نعم سامحني نعملوا ضربات بومبا شوفني شاب ولا ماني شاب هاي تبمبي معاه نجم زعما فدك 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 شاب صالح شكون هذا القصاب نتاعو شكون شكون هذا منظر هذا منظر منظر برعمار شقولك غالطين في البلاصه زوز غالطين في القهوة عليها سامحني الدورة الثالثة على اليمين تما اون فاس يصير بكل شيء أنا عندي لافاتسا كاو عليها مرحبا بكم فضلك فضلك والله فضلك مرحبا مرحبا شبيه عارفة شنو في بالك شنو في بالك ولا شنو في بالك ما فماش عرس في تونس ما خلناش فيه شكون الشاب صالح تشبيك الشاب صالح نتاعك غنى فيه مع الأستاذ غنى فيه بالله سامحني بالله سامحني غنى عيطولوش غنى في اللاك لا عيطولوش غنى في قمرت لا عيطولوش مثلا نهار غنى بجنبه بيسين كيما هكا عيطولوش في الريفيون تصور انت باش تستقبل عام جديد في الريفيون سامحني يا سي محمد راه مش اللي يغني في البطحه معناها ما نجمش يغني في قمرت يغني في قمرت ولا بيس العيب عليك العيب عليك العيب على اللي يخرج من البحر يموت كلاشيك القطعه عليهم عيب عليك ولا عيب عليك ترى عيب عليك بلاش مو تقعد تتكلم انت باش تخرجني من طاقتي مش نايم مش تقول شو عملت انت في حياتك سامحني شو عملت غنيت الاطلال غنيت لو مو كيتو با
غنيت داكور اكزيستي غنيت اللي تيتون فوا اش غنيت عملت كليب انت وبيا زردي على انستغرام وكان قصد بيك بالكونيكسيون راك قاعد على فيسبوك اش غنيت شو غنيت كنجي قبل ما عمل الكليب هذاك وجينا للقهوه راني خدمت معاه راني توا عامل بيزيت 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 على الاخر انا سمعت اش قالت راه قالت كان جات حاضره اللي غنت هي معايا في بقعه بيا بصراحه انا نادم اللي غنيت معايا بيا اللي تجي غنيت معايا انت بصراحه الله العظيم الله ايش قال سقيت يا ليتني شفتك من الاول يا ليتني الله غالب الله غالب لا تكون يعرف قيمتي انا يعرف قيمتي يعرف قيمتي ونزك السوسه زاده اش قال لك الدوسيات الكل عندي هذا 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 بن عمار هذا نعرف انا الدوسيات كلها عندي غني في سوسه سوسه نهار كلهم عبارة شنو انت تصيد هذاك بس ناس هذاك على الاخر غط السوسه هذا هذاك ماركة ساريات وبنجلوات ودنيا عاد عيب عليك شنو ساريات وشي خات واجواء شنو يقولوا انا شخني انا نسمع انا يقولوا شبيه شناخس وتبارك الله زين وعين بوكس يدلل بوكس وانا انت بورا شنو اللي عندك ريتو هذاك ريتو هذاك شكون تشب صالح يا حرفي شبيه هذاك كيمش العروسات شي رشقوا عليه اشي دي مكسويت اشي بقر اشي غنم اشي بهايم اشي اشي تول وتزيد والله مكس بكتكات بشي والله مكس بكت سكات بشي يفلح على روحه يفلح على روحه يا اخي صح يعطيك صح يعطيك صح فلاحه هو غادي سامحني هو ما فلاح ولا لا اي لبست عليه هو اللي يشري هذاك يا حتى في الغناء يفلح منها فلاحه ومنها فلاح سامحني يا اخي قاعد يغني يفلح يفلح وغادي يفلح يكسب صوته وعنده اني يعني 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 شكون يقد هذيك شكون يقد عارف شكون يقد خليني ساكت عايش يفلح ومفلح وفي الفلاحه غادي وسم دي سوار مفلحوا بحذا الفلاحه الاخرى بحذا يا اللي سامحني راهم يقولوا راه احنا ما دخلنا حتى شيء يقولوا اختي والله سي محمد راه على نيته راه ديما كيكه معناها شو يقولوا سي منذر والله يقولوا انا ما عندي حتى دخل يقولوا 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 يا خويا يقولوا انت بارك الله خويا عروسات تخدم وتهران على بعض وعلى بعض وعلى بعض يا ستار يا جبار يا طب يا ستار في بالك في بالك بيه في بالك بيه يا ما عامل اكليبويت يا ما عامل اغنيات يا ما وفي بالك كرونكنيكر ها كرونكنيكر ايه سبعه صنايع والبخت ضايع حسرة عليك اضرب اضرب عمار شنو شنو سامحني شنو شنو هذيك الغيره هذيك الغيره سي محمد لا هو سي محمد قديم شويه ايه قديم شويه وانتيكا شويه انتيكا صراحه وما وفي كي تجي لسوسه ما نقبلوكش لا 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 انا يقول انا ما عندي حتى دخل انا لا لا انت بالذات تقول تنبر علينا ونقبلوا عفيفه وعفيفه عسل عايشك عايشك بارك الله فيك عايشك 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 نعم انا لازم نخلي لك القهوه الواه عندي أفتة سنسيون طيشني معنى بحدة بحدة شماعة بجهرب مش مبدأ أنا شو قد حليت القهوة شبيك بعقلك أمان أنا باش نوريهم مواهبي نجم نغني نجم نشتح نجم نعمل الدنيا كل ونوري نخدم في الفن ونوانات عفيفة رجل عام معنى تبيعني معنى تبيعني عفيفة تبيعني معنى إيه اسمو محمد سامحني هم يعرفوا قيمتي سامحني شبيك تليفون جاني ألو كوفر فا نحيت تولوا الكراسي قهاوي لا حول ولا قوة إلا بالله اون يا شبيك يا حرب تموتوا على الكراسي تموتوا على الكراسي حبوا زوالي باصية القدم مش صحيحة القدم مش صحيحة مشدودة بالفلاسية مشدودة بالفلاسية مشات قاوتي مشات قاوتي خليني نزيدك حكموا علي وفات الفوت حكموا علي وفات الفوت حطوا في داي الملوت واحد يتكلم في الحيوط واحد يتكلم في الحيوط نستنى في ملك الموت نستنى في ملك يلا كل 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 أمان 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 تعمل في الشو تشتح وتم تو شوف كيفاش يشتح بكري ايش بيه عرف ايش بيه فلاحة عايشك زمان ما هو يسمع في التفاح دي انا في حسبيه بقى صحيح ديما
ماهيش بيه. والاخرى تراكتوري واخا. انا مفلع وانا مفلع. فلاحة عايشة. وكل واحد وراسك نهايد فيديو. فلاحة. انا مش نمشي نجيب ساكي وانا مراتي عاقب. بالله يا جماعة. بالله سكروا علي سكروا علي. اسمع انت تسكرت القهوة تسكرت. هي برا معايا غادي مال الفلاح وزوا رواحكم وهي. لا وبعد ما تفلح هذا هو تفلحوا حذايانا. تجيو تعالوا تفلحوا بحذاك انت. هذه جاية. فلاحة يا خويا غير فلاحة. باش نعطيكم مجموعه من الصور وقولوا لي من الفنانين هذوما شنو تاخذوا من عندهم شنو تعطيوهم. نبدا مع الصوره الاولى صالح الفرزيت. شنو تاخذ من عنده؟ تحيه لي صالح الفرزيت. ناخذ من عنده اسراره. معناها فنان تبارك الله محترم جدا. انا ما نقولش فنان كبير ديما راه مش عليه هو برك على الناس الكل. معناها بقى فنان وعنده اسرار كبير ياسر ونتج برشا ومتع العباد برشا. هذا اللي ناخذه من عنده ونعطيه شويه تواضع لانه بصراحه ياسر كاسح. عم صالح ياسر يكلاشي وما يعدلش يظهر لي برشا اسوناج. ماذا بيه ديما يدخل بالحسن. انا حسب رايي هكا هو ده هو حر. شاب صالح. صالح فنان كبير وكل فنان في تونس يتمنى باش يوصل للمرحله نتاعو. ناخذ منه غنية جيش جودة تفكرني بك الرجال القدم الصحاح وحتى كل المساجين القدم الناس اللي حتى كيف يشد السجن ويشدوا على قاعدة. نطلب منه الغنية هذه كان حاب نغنيها. اش تعطيه من عندك؟ اش نعطيه؟ نعطيه القلب الكبير. قلبه لا قلبي كبير انا. اما انا هو قلبه كبير اما نعطيه قلبي كبير. نحبه قلبه كبير في حكايه كيما هكا. نحبه قلبه كبير في حكايه كيما هكا في الفن. زينه القصرينيه. زينه خدامه وكريمه وفي بالي عندنا برنامج مع ديو مع بعضنا ان شاء الله ربي يسهل فيه. نحب نقول لها المفيد نقص شوي من الشح بركه خاطر هي تكبس. نحب ناخذ منها كان الشح. نحب نولي مش هكا تكبس منه نوع تكبس السنتور على السورد. معناتها نحبها مش عارف كيف اي كيف برشا نحب تحرك شويه وتتحرك اكثر باش الديو هذا يحضر. اي ان شاء الله. هي صديقتي راهي زينه راهو نحبوك برشا ونستناو الديو. انا نستنى في الديو ما بينك وبينك. ثم برنامج ديو حكينا فيه وان شاء الله وان شاء الله. هنا انا زينه عملت انا ديو زينه اغنيه نجحت برشا. عندها مده الاغنيه اسمها ما نصبرش بلا بيك يا زينه نموت عليك. اش تاخذ اش تعطي؟ زينه ناخذ من عندها هباله. زينه فنانه بيتم معنى الكلمه. ونعطيها ليش نعطيها زينه خويا اختي زينه وجارتي نعطيها كل شيء يعني كل شيء. باه الاسم الاخير فوزي بن قمره. فوزي ناخذ منه الشجاعه نتاعو خاطر فوزي تعرض لحمله كبيره برشا. ويلزم برشا شجاعه باش يرجع يغني في ستيل اللي كان يغني فيه. وانا نعرف شنو قاصة وتونس كل تعرف فوزي شنو قاصة باش يرجع يغني كما كان يغني قبل. شنو انا ما نعرفش شنو قاصة؟ لا معناها وقت اللي رجع يغني الناس كل في تهموه مسكين بالنفاق تهموه بندرا شنو. مع العباد كانت ياسر معناها قاسي عليه. وقت اللي هو فنان وحقه باش يعمل اي تجربه صوفيه ولا مزود ولا وتني ولا يعمل باند. دونك العباد ياسر قسات على فوزي بن قمره. دونك ناخذ عنده الشجاعه ونعطيه الصبر. شوف نعطيه الصبر وكاو. شب صالح. فوزي وقت اللي هو الوقت صعيب باش انسان يدين كيف ويمشي للطريق اللي خذاه هو. حتى واحد ما الناس الكل عملته برافو وكيفاش وفوزي شد طريق اخر وبعد على الفن وقت اللي هو في الطوب. توا رجعوا يعطوا فيه في الكلاد كالعاده فوزي بيه فوزي كذا فوزي رجع. هو فنان هو ايش عنده ما عمل مشى يخدم على روحه سبحان الله. عمل تجربه رجع هذاك هو يزمو يرجع يخدم على روحه هو وسبحان الله هو فنان هو. انت عملت عمره ان شاء الله وعدت بعمره ثانيه وثالثه ان شاء الله. سهل ربي على عمره ثانيه ولا ليه؟ جت الكورونا. جت الكورونا. جت الكورونا وقت البريود. المرحله اللي عرفها فوزي بن قمره هي مرحله ذاتيه. انت بينك وما بين روحك تقريبا قربت من لحظة الاعتزال وانك تبطل الفن وانك تبدل حياتك 180 درجة. انا من قبل بطبيعتي نخدم مي ثم برشا حوايج مش نتاعي. كما تعرف انت الجو نتاع الفن هذايا القرض السهر ما نعرف شنو هو من اصله مش نتاعي. مش من ما خلقتش فيه.
تعبني، مانيش ماركة قرضة، مانيش ماركة نواجه العبيد بالكلام، نعادي ما نحبش نعادي، نحب ديما حد يحض روحي. أنا بطبيعتي من قبل نحب نرجع لربي، يعني زيارتي بيت مكة مش حاجة يتمناها أي واحد، وجدت في وقتها والله أحسن زيارة يمكن مشيتها في العالم هي البلاصة هذيك اللي ارتحت فيها، وبالرسمي حتى تحب تعمل حواسة وتحب تمشي لأي بلاصة يظهرني مثلا مش مغير منها. بينك وبين روحك ترى أنه فما التناقض ما بين الشيء اللي تعمل فيه، ما بين الغناء والموسيقى وما بين قناعاتك أنت تجاه ربي؟ والله قناعاتي ما عنديش حتى حاجة نعمل فيها زيد، نغني شنو أنا وصلت خممت لو كان يعطيني ربي نمشي نعمل كليب في بيت مكة شنو المشكلة؟ تمشي تعمل؟ نعمل كليب في بيت مكة شنو المشكلة؟ شو معناتها؟ نعمل غناية صوفية كما هكا، نعمل كليب. ذكرى، نعمل أي موضوع. أنت تأدي في شوية عندي في بطريقتي، مثلا عندي بطريقتي أنا مخرج غنية صلوا على محمد والف صلاة عليه، ديجا توا محسوب أغلبية الفنانين قاعدين يتغنوا بها ويدخلوا بها في سهريات. بربي تسمعني شوية في لون آخر غير اللون اللي مستنسين. لوني لوني يما لونك أنت. صلوا على محمد والف صلاة عليه، صلوا على محمد والف صلاة عليه، صلوا على محمد والف صلاة عليه، يدوم هذا الفرح يبارك لأمالي، يدوم هذا الفرح يبارك لأمالي. صلي يا رحمن على هادي الأمين، صلي يا رحمن على هادي الأمين، صلي يا رحمن على هادي الأمين، سيد الأكوان تاج المرسلين، سيد الأكوان تاج المرسلين. أنت كنت صاحب محنة، شو اللي لزك باش تكون صاحب محنة؟ والله ما كنتش صاحب محنة قبل، كنا كي دخلت لدومين الفن وليت صاحب محنة، وليت نتعب وليت نشرب وليت نسهر نخلط، كان هذاك هو عالمنا وهذاك هو دوليبنا، ويلزمك تتعب برشا لغير بيزمك تدخل جو تدخل كذا، وكنت من الأول نحشم. من الأول باش تنحي الحشمة. وبعد بشوي وبعد ولت تعب وبعد ولت كهو وبعد ولت ما ولا غرام ولت غلبك الشراب. اي غلبني في بريود، اما تو خذيت فيه قرار وغلبته وعطيته على جنب. غلطك الشراب مع ناس؟ اي غلطني وخسرني في برشا ناس وخسرني في خدمتي وهذه حاجه فيها حد شيء. معروفه هي الشراب يغلط يضيع، وانا كنت نشرب ياسر نتعب نشرب. اثر على عائلتك؟ والله يقلقهم شويه، ما جاب ربي انا حد يحد روحي. قلقهم شويه على الخطر مش متاعنا. أما جاب ربي حد يحد روحي هذيك اللي منعني، وثم ربي سبحانه واسترني ربي من أكسيدونيات، استرني ربي من مشاكل أخرى، ما شديتش حبس كبير معناها باش يضرني. شديتش حبس كبير، شديت حبس صغير، حديت وقوف صغير. توقفت في جرته؟ أي وقوف بطبيعة في جرة الشراب، ولو حتى أنت ماكش مذنب باش تولي مذنب، ولو ماكش غلط باش تولي غلط. شنو القرار معناتها كيف خديت القرار؟ انك تبطل الشراب، كيفاش خديتوا القرار هذا؟ رقدت وقمت شو؟ والله انا من طبيعتي من قبل في صراع مع روحي، في صراع مع ذاتي، لازمني نبطل، لازمني كذا، بديت بشوي نقصت المره الاولى، بعد علاش تو انا نقصت وليت نقعد اربع ايام نقعد خمس ايام ما نشربش، يبرا نجرب ويا جماعه، هاي هاني مريقل، يبرا قدح علي، قدح نحيت وجمل، والحمد لله خذيت فيه قرار، والحمد لله ان شاء الله نزيد نبطل الدخان. ان شاء الله نكمل معاك في فكره الاعتزال. بالنسبه لك انت في المستقبل فكره الاعتزال وارده ولا غير وارده؟ لا صعيب توا، صعيب والله. وعملت الموسم هذا عملته من غير شرب، كان ماشي في بالي اللي من غيره ما نجمش، عديت موسم اللهم صل على النبي وجمهور اقوى وسهريت اللهم صل على النبي، صعيب باش نحاول نعاود نعتزل لا قدر الله، حتى جمهوري توا ما خلانيش وهما رجعوني وراني باش نواصل معاهم. نسمعوا الجو بتاعك الله. طابعك خاص ولا في أغلب الموسيقات اللي تعملهم؟
تشجيع كبير منكم. شاب صليحة. خطر الساحل لس تونس كل ايوه تونس جمله يا ايمان ضرب يا نايل مكحل ايوه يا نار رصاص يخيط خطر جيل تونس جيت عليه يا نا يا عبيدة يا نا ألم وش مفيدة يا الخرس ويه يا نا يا تنهيدة ايوه يا نانا ويش بقصة
قلبي مجروح جروح وادي يا يما جروح وادي يا حبيتك يا بنت بلادي يا طرحني وتخليني عمار شب صليح، حياتكم الخاصة مسكرينها ولا حالين نوافذ صغيرة؟ والله أنا شخصياً مسكرها تقريباً. أنت خاصة. متزوج؟ متزوجة. عندك صغار؟ عندي آدم وأحمد وزينب. ربي يفضلهم لك. يعيشك. تصورهم ضد أنهم يهبطوا أنهم؟ معناها على الموسيقى والظهور لا، معناها يعني عائلتي في بعيدة كل البعد على الميدان نخدم فيه. زواجك ناجح؟ الحمد لله رب العالمين، حتى لتوا الحق هذه فرصة باش زوجتي مش معناها باش شكر وبرا بصدق، لأنه أنا إنسان مزاجي برشا
وصعيب باش نلقى شكون يتحملني بصراحه. دونك بارك الله فيها يا صح. شاب صالح، الحب ولا الزواج؟ الحب. الحب. فما تعارض ما بين الحب والزواج؟ بطبيعه. بطبيعه. انت تزوجت؟ الزواج مقبره الحب. الزواج مقبره الحب يقولوا. وفما شكون يقول انه الزواج تتويج للحب. والله كل حد وزهر. انت زهرك كيفاش كان؟ الزواج الذي قبر الحب؟ لا، المره الاولى انا متزوج المره الثانيه. لاباس الحمد لله. تزوجت المره الاولى وعندي هي في اوروبا، في فرنسا. في فرنسا. في فرنسا. وان شاء الله عندي عهد بنتي توا في الثانيه. 2008 مشيت لفرنسا انت. اي. كان فما فرضيه انك تبقى تعيش غادي. انا ما حبيتش، وهذيك هي المشكله اللي خلت معناها بنتي ومرتي باش يبقوا غادي. وانا حبيت على تونس لهنا، وتونس ما نجمش نبدلها وما نجمش نعيش من غيرها. انا نمشي نبقى 20 يوم، الوقت هذاك نهرب افصح. ما نجمش نبقى، جتني اوراقي، جاني كل شيء، محبست، ما نجمش نوصل. شكون يدخل اكثر فلوس، الفن ولا الفلاحه؟ والله الفلاحه عندي فلاحه بسيطه، راهي مش هيك الحكايه الكبيره برشا. علاش تسوق انه عندك هناشر؟ لا ما عنديش هناشر اولينها. حاجة عادية كيما أي فلاح متوسط عادي، مش حاجة كبيرة برشا. مصدر رزقك الأساسي هو الفن. مصدر رزقي الأساسي هو الفن، بالرغم مانيش هكا المكبش ياسر، معناها حاجة بسيطة، مسطور والحمد لله. والرشق؟ لا ما عنديش فيه الرشق. والله ما عنديش فيه، بالعكس أنا نرشق. أنت ترشق؟ أنا كي نلقى فنان ونلقى واحد نمشي نرشق عليه وعادي، كني واحد جمهور ونفرح به ونحب الفنانين عادي جدا ونمشي نرشق عليهم. بالحق رشق عليك دي ماكس كيما مش صحيح، أنا قلت لك ماكس بكات سونكات باشي تو. شو مسميها أنت يا صالح؟ شو مسميها؟ هذيك شو مسميها؟ لا الأخرى الحميمة هذيك. الحميمة. الحميمة كات سونكات هذيك أخرى. نكملوا مع الموسيقى؟ نكملوا وي. شو باش تسمعنا؟ باش نعملوا كوكتيل تونسي. نعملوا بشوية جو. كوكتيل تونسي منظر بالعمار. يلا معايا. همنا منا 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 همنا منا 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 تصفيق الفوق. همنا منا 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 اي همنا منا 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 يلا شوف هو عجيبي يا حصانة لا لا با هدي لنا هي يا مولاي عجيبين حصابة I'm not.
Liria, Liria,
بالصحة. يعيشك. فايت يعطيكم الصحة. تحية قوية بربي للفرقة، تحية قوية للفرقة. فرقة مزيكا. نشكركم برشا برشا. عايش كده. ألف مبروك غنية منوت. نذكر غنية منوت نلقاهم على الشين يوتيوب منذر بن عمار. تدخلوا تشوفوا غنية منوت على الشين يوتيوب منذر بن عمار. تخلوا لي كومنتار نتاعكم، تعملوا ابوني على الشين لأنه الشين مزاد صغيرة فيها 10,000 بركة، دونك عاونونا باش تكبر الشين، وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم. إن شاء الله. نشكرك برشا. عايش كده. شاب صالية نورتنا شرفتنا. ربي يفضلك وربي ينورك، وشرفني برشا استدعاك ليا. يعيشك. وانا على ذمتكم في كل. يعيشك وترجع لنا ان شاء الله. ترجع لنا منذر زاد كيف كيف. نشكركم برشا. تصفيقه كبيره. شاب صالح منذر بن عمار. عادش برشا على السحب الخاص بالكهرباء نتاعنا دونك فانغ اس 50. دونك فانغ اس 50 الكهرباء نتاعنا الجمعه الجايه باش تصير عمليه القرعه وباش يصير السحب على اسم الفائز. علاش لا انت اللي تشوفينا ما تكونش صاحب الحظ السعيد، فقط تبعث اس ام اس على الرقم 85810 85810. تبعث اس ام اس واكثر من اس ام اس باش الحظوظ نتاعك في الربح تقوى. الكهرباء نتاعنا تنجم تكون من نصيبك، قيمتها 49 مليون و900. دونك فانغ اس 50 تنجم تكون من نصيبك. حظ سعيد للجميع. كان هذا كل شيء ليلة في فكرة سامي فهري. شكرا لكل الضيوف، شكرا لكم على المتابعة، شكرا للفريق. نتقابل الجمعة الجاية في نفس الموعد. شكر خاص للفرقة الموسيقية فرقة مزيكا بقيادة المايسترو خالد بن عيسى. باي باي. نسكت على خير.